نشكر الصحافة على تلبية الدعوة اليوم، واللي منكم عنده أي سؤال يتفضل. تفضل. مثل ما أعلنت إنه بعد أسبوعين رح يبدأ تصوير المسلسل، فهل تشوف الاستعدادات كانت كافية له يا بروفيسور؟ ما في شك إن الاستعدادات كافية، ولا ما كنا أعلنا عن بدء التصوير. ما أخفي عليكم إنه يعني توجد عندنا بعض المعقبات اللي قصدك عقبات؟ عقبات. ايوه نعم عقبات، بس هذه العقبات يعني عند بدء التصوير بتتذلل هذه العقبات، ما في شك. بروفيسور، بما انك منتج هذا العمل، يا ريت بس تكلمنا عن هذه التجربة. حقيقة يعني بصفتي المدير العام لشركة بانوراما للإنتاج الفني، نحن يعني صبينا جهدنا في هذا العمل علشان هذا العمل يكون يعني أفضل مما يكون. ها؟ نعم. بالنسبة لعملية اختيار الممثلين كيف تمت يا أستاذ؟ اختيار الممثلين أنا حقيقة ما أتدخل فيه، اختيار الممثلين هذا من مسؤولية المخرج أيوب. أما أنا عن نفسي ما أتدخل في هذا الموضوع لا من بعيد ولا من قريب. الأستاذ المخرج أيوب هو اللي يعني بيشرح لكم كيف يتم الاختيار. تفضل أستاذ مخرج. شكرا بروفيسور، شكرا لكم. حقيقة يعني أمام الكم الهائل من الفنانين المجيدين اللي موجودين على الساحة، كان عندي حقيقة الاختيار جدا فيه نوع من أنواع الاحتيار، حقيقة كان صعب جدا، ولكن مع جلوسي طبعا مع كاتب النص ومؤلف النص حقيقة يعني اخترت لبطولة هذا العمل الفنان المعروف القدير طبعا اللي هو طارق كستر، وكذلك يشاركه بطولة هذا العمل النجم الصاعد اللي هو منذر كستر. أخو طارق. نعم عيال كستر. وطبعا أيضا كذلك يشاركهم بطولة هذا العمل النجم المعروف أيضا يعقوب بهرج. نعم. هو يعقوب بهرج معروف لديكم أيضا طبعا، تعرفوا صحيح؟ نعم. وبالنسبة للبطولة النسائية من اخترت؟ بالنسبة لبطولة النسائية في هذا العمل طبعا احنا ما رح نبعد نهائيا عن عائلة كستر، بنت عمهم. نعم. بنت عمهم مرة شق رقبة. نعم. اللي هي طبعا كريمة كستر. كلثم كستر. نعم. وإن شاء الله طبعا ستشكل هذه العائلة طبعا نقلة نوعية غير عادية، أكد لكم هذا الكلام في هذا العمل بالذات. نعم. بيكون نقلة ما مسبوقة نهائيا لا قبل ولا بعد. بالضبط إن شاء الله راح تشوفوا يعني خلطة رمضانية من عائلة كستر في هذا العمل إن شاء الله. ارجع بك بك بك. मेरे काम है ना इधर जाओ यहाँ से निकालो किधर जाओ मैं काम करता है ना तुम इधर काम करो भाई मैं काम करता है हाय 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 झगड़ा मत करो बस काम करो दरमियान दर मुंतजर हुए हैं ना इधर वक्त मैं कल ही नहीं आते अब तो आज हुए हैं लोग मरहबा हेलो وينك انت؟ صار لي فترة انا اتصل فيك. انا وين؟ يعني مو قارب لك يعني، انا في بانكوك مثلا. انا هني هذا مو يسمون هذا المكان، انا في البحر. ايوه. وش في صوتك بعد؟ ليش صاير ثقيل؟ صوتي ثقيل؟ ترى كل منكم انتوا اللي ثقلتوا صوتي.
يوم تسوي مسلسلات ما تطلبوني انا، ما تجيبوني، خلاص نسيتوني. انا الفنان عبد الرحمن اللي احترامي وتقديري ومكانتي، انتوا ما تجيبوني ليش؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا اخي اصبر 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 شوي، خلني اتكلم، انا عارف ظروفك زين ومقدر وضعك من دون ما تخبرني، بس شو نسوي؟ هاي ترى ظروف التصوير، وهذا احنا لما صار معنا شغل طلبناك، يعني وش بيطلع بايدي اكثر يا عبد الرحمن؟ هذه امكانياتنا اللي نشتغل عليها، ما نقدر نرفع الموازنة، فانتوا عاد اشتغلوا على حسب الامكانيات الله يهديكم. كيف؟ بهرج طالب رفع اجره؟ ارفع على اجره، ايش نسوي مضطرين؟ لكن اسمع، باقي الممثلين ما اريد يكون عندهم خبر. يلا توكلوا على الله. كيف جاهزين؟ جاهزين. بس فاضيكم. زين. امثل مره ثانيه؟ المهم اسمعني، ابغاك تقين اللوكيشن الحين. ايه الحين طبعا. ما عدنا وقت اليوم التصوير. بعدين لا تقول احنا ما اتصلنا فيك وما طلبناك. ترى شوف اذا ما بتجيب نشوف واحد ثاني، عاد وانت حرها. لا عنجيبه عاد. انا جاي تو في الطريق، اجي زيارة ما عندي، اوقف تاكسي لحظة، ابن التليفون اوقف تاكسي. يا تاكسي جاي انا جاي، لا تجيبه حد، انا جاي اعطوني. وين هذا؟ لا مقبول، يا مقبول وينك انت؟ عطني ماي. بس خلاص، خلي روح. الو نعم، ايوه انا البروفيسور. يا هلا يا مرحبا. هي نعم اعرفك. ايش في المخرج؟ ايش سوى؟ لا ما من حقه يستبعدك. احنا اذا ما اعطيناك انت فرصه بنعطي من بانوراما ومدير بانوراما تحت امرك، بس انت امري. المخرج؟ لا معلش، من المخرج انا موجود. قولي لي مخرج الله يهديك، اعتبري نفسك انت بطله المسلسل. مر علي انت اليوم وما يصير فالك الا طيب. يلا مع السلامه. لا تخافي ان شاء الله. بصراحه يا حبيبتي هذا الخال ما عجبني، وانا اريد اتزوجك. كيف بعينك؟ اي خال قول هذا الحال ما عايبني. هذا النقطه، شوف اي نقطه وي ما اشوف خص صبعه قليل. بطل عيونك، الحال ما الخال. صح والله طلعت الحال. ايه لا والله. يا استاذ يا بروفيسور، انا اخترت اثنين اخوان لاسباب اخرى غير على الكلام اللي وصلت. وش هي هذه الاسباب؟ اقدر اعرفها؟ بص، في بينهم شبه كبير لهم اخوان، ويلعبوا في المسلسل دور اخوان في عائله زيد، ومثل ما تعرف هذا يعطي مصداقيه للمشاهد ويخدم المسلسل، ولابد تكون العائله يعني فيها تشابه، فيها تجانس. اذا كان كذا ما في مشكله، بس انا حبيت استوضح، تعرف كلام الناس كثير. بص أقول لك أيوب، في ممثلة كذا جديدة مثلت العام الماضي، تعرفها؟ اسمها، تقصد عايشة الدفع؟ أي الدفع؟ لا ما دفع، واحدة ثانية. مريم غراب. غراب الله يهديك أنت، بعد غراب. لا واحدة ثانية كذا، ينشرب. تقصد هدى ريمبو. عليك نور، ريمبو هذه. شوف لها دور في المسلسل اريدها معكم. ممثلة زينة. انت تعرفها العام الماضي ممثلة زينة؟ لا خلاص، ما دام انك انت تقول زين فانت البروفيسور زين. لا زينة. لكن احب اقول لك شيء، انه كل الادوار النسائية في المسلسل خلاص وزعناها. يا اخي انا المنتج، ايش فيك؟ ضيف لها دور جديد خلاص. عادل، يا عادل.
تشوف اللي دور في المسلسل حل هذه هدى هدى من هدى ريمبو ريمبو ايوه هي هدى ريمبو عطها دور كلثم كستر هو شوف انا الافضل انه احنا نضيف لها دور جديد احسن لانه بصراحه يعني كلثم كستر يعني صعب انها تترك المسلسل كونها بطلة العمل يعني يا اخي دوت... لا حول الله يا اخي شوف انا المنتج ولا انت لا طبعا انت خلاص كلم الكاتب خليه يضيف له دور هذه سالفه بعد ان شاء الله من وين جايب لنا هذا يا هدى بس انت تعالي اللوكيشن وما يهمك معلش من المخرج ايوه انا بتصرف كيفي شوي شوف اللي مسوي دون صوت لا هذا واحد هنا عندي ايه لا بس تعالي ولا يهمك جيبي ملابسك معك الملابس اللي موجوده عندك في المحل جيبيهم ايوه قول شمي أيوة. لا خليك الحين هدى بكلمك وقت ثاني يلا مع السلامه مريم يا تكلمك شوي بكلمه من مريم واوي بنت اختك مريم بنت اخ مريم هلا خالي هلا بنت اختي كيف حالك خالي الحمد لله خالي بصراحه عندي ملاحظه بسيطه خير ان شاء الله تفضلي خالي انا قريت النص وشفت في النص ان زوجي طارق حبيبي البطل هذا ايوه يموت في الحلقه اللي قبل الاخيره ما يصير خالي ما يصير صحيح ما يصير بس عاد ترى كاتب انه الكاتب في السيناريو وهذا ما يصير ما علي خالي انت المنتج كلم الكاتب يغير السيناريو يغيره كامل ان شاء الله خلي زوجي طارق حبيبي بدل ما يموت في الحلقه اللي قبل الاخيره خليه يموت في الحلقه اللي بعد الاخيره ايوه بعد الاخيره يا بعد الاخيره بعد هو صعب لكن بنحاول ان شاء الله نكلمه خالي بعدني عندي طلب صغيرون قولي بس بعد بيني وبينك خالي بيني وبينك تعال انا سمعت معاكم واحده هنا في اللوكيشن ما اعرف ايش اسمها مزلقه كلثم كسترا انت عم هذا ما كلثم اعرفها كلثم واحده غير ما اعرف اسمها مريم بو شيك ذاك هدى ايه هدى ايش فيها هدى ايش فيها هي هذه هدى الله يخليك في المسلسل لا تخليها تتزوج زوجي خليها بعيد عنا اقول لك شيء زوجها منذ الكستر يس انا فرحان راهي زوج كوزه بس استاذه اروح اراجع معها النص روح راجع فكنا منه خلصت الماي اللي عندنا ما شاء الله انت بكذا جاهز وبعد شوي بيجي المخرج يشوفك يعني شكلي وهندامي كذي مناسب يا استاذ عادل طبعا مناسب مره تمام يعني لما يوصل المخرج بيعجب بي انا شيء اكيد بينعجب فيك ما يبغى له كلام زين استاذ عادل سؤال طبعا. انا قريت المسلسل شفت ادوار رئيسيه ادوار بطوليه ادوار ثانويه انا ما اعرف ايش دوري في المسلسل بالضبط لا تحاتم هالموضوع تعال استريح حقيقه يعني المخرج معطنك دور ممتاز لا تخاف من هذه الناحيه طبعا انت ممثل معروف ومشهور ولك مكانتك والمخرج يعرفك ويقدرك زين احسنت استاذ عادل انا كنت امثل زمان بس نسوني هذه الايام السؤال الاخير انا من زمان ما مثلت واسئلتي واجد اليوم يعني السؤال الثاني انا انت اللي مرشحني ولا المخرج طبعا المخرج شيء اكيد المخرج طبعا يا عادل ما يصير هذا الكلام ما في امكانيات فنيه معقوله لا شاريو لا جيمي لا ميني جيمي لا كرين لا يعني مؤثرات المطر يا عزيزي احنا كل ما شاهدنا الحين الجايه كلها مؤثرات مطر كيف بسوي المشكله في الاجهزه وانا كلمت المنتج وقال طبعا الامكانيات ما تسمح اي امكانيات ازيدك من الشعر بيت المنتج قال وين بيحذف مصففه الشعر وكومبارس ما في لا 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 هذا قانون ابدا انا ما اسمح به أنا مخرج يا عزيزي مخرج ما حل مشاكل يعني ما عندي عصا سحرية علشان أحل كل هذه المشاكل عفوا يا أستاذ عفوا أنت مخرج ولازم تتصرف وطلع نفسك من هذه المشاكل من المرتب. أنت بعد من وين طلعت لي إيش دخل هذا بعد تكلم أنا إيش أنا لا تقول لي بعد ممثل ما قادر أنت كلمتين ببعض تركبهم تصير عندي ممثل إيش هذا خذ هذا النص يا عزيزي وتلعب عادل أنت ما خبرت أنا من هو صح انت من اصلا عشان تتدخل انا من
عادل انا ممثل قديم قدير، تقول انت من استاذ كلثم؟ اذا خلصت المخرج ينتظرك. قل له شويه وبخلص. اقول انتم جبتوا الباروكه مالي؟ بصراحه دورنا عليها في السوق وما حصلناها. والرموش الصناعيه؟ لا باروكه ولا رموش، بس هدى ريمبو معها باروكه قديمه، بصراحه ما اعرف وين جابتنها، ممكن اننا ناخذها من عندها ونعطيش اياها. لا 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 لا، من صدقك تكلم معي كذاك؟ انا كلثم كستر استخدم باروكه هذه المعفنه بنت الريمبو؟ ها اقول لك اطلع من قدامي، اطلع من قدامي سر. قاصر علي بنت الرامبو، ما ادري من هين يطلعوا لنا ذي الاشكال. يلا يلا يا ابوي يلا، خلصني خلصني كذا. فهمت الحين؟ كل مره الواحد يعلمك. يلا بسرعه، طول عمرك ما تفهم. المهم خلصني خلصني، يلا يلا يلا. جاهزين شباب هناك؟ جاهزين؟ الله يخليكم. جاهزين جاهزين استاذ جاهزين. تمام. كلثم كستر جاهزه؟ جاهزه استاذي، جاهزه على راسي جاهزه. تمام تمام. ريكورد كاميرا. اوكي. شيل النظاره. كلاكيت. سين 18 شوت 4 تيك 12 5 اكشن. اقول زون تراني ما راي مصبر. هي نعم ما راي مصبر، كل ما راح ادخل صح. اسف استاذ منعيد لو سمحت. اقول زون تراني ما راي مصبر. هي نعم ما راي مصبر، كل ما راح ادخل ابوش ركض وراي بقب. نعم هي بالله ركض وراي بقب. مو تباني اسوي يا خلفان، مو تباني اسوي. صابوي وما روما خالفه. حاولت اقنعه، ما شف عيدة معاه. مطر مطر الله يخليكم. مشكورين يا شباب، أدائك رائع يا كلثم، أدائك رائع جدا جدا جدا. استراحة بسيطة وإن شاء الله بنحاول تصويره. إن شاء الله. أغير ستايل. يعقوب بهرج، يعقوب بهرج، يا عادل، عادل. نعم أستاذ، نعم. يعقوب بهرج الله يخليك، هذه لي. أستاذ يعقوب بهرج ما زال في المكياج يعني، فهو بصراحة شكله مستاء من الوضع وما عقبله. فإيش رأيك لو استبدلنا عبد الرحمن مكانه؟ لا والله. ايش رايكم انتوا تخرجوا عن المسلسل وتقولوا بعد اكشن؟ لو سمحت انا بروح انادي وانا بقنع. طبعا يسيء يا استاذ الله يهديك، طبعا يسيء. يعني هذا حلم اوكي، احنا ما اختلفنا في هالموضوع وموجود في السيناريو، بس اني اروح والبس ملابس شخص فقير، ليش؟ ليش البس ملابس شخص فقير؟ مش محتاج الموضوع يعني، الفقراء بس اللي يحلموا، احنا ما نحلم؟ بعدين ايش فيها هالملابس؟ ما فيها شيء يا استاذ، امبوسيبل بصراحه. شوف شغلك عادل، يعني روح شوف شغلك.
عادل ما يصير كذاك. 20 مشهد مصورين لحد الآن يا أخي، إحنا مرتبطين بموازنة وهذه خسائر علينا التأخير، هذا ما يصير. أستاذ أنا أتفق معك، بس المشكلة بصراحة في الممثلين، يعني هم سبب التأخير. لا تقول الممثلين، الممثلين من قابهم؟ قول لي من قابهم الممثلين؟ المخرج. أحسنت، المخرج هو سبب المشكلة، المخرج هو اللي جايب لي هذا مدير التصوير التعبانة اللي عندك، المخرج هو اللي جايب لي هذا الطاقم اللي قاس الشغل على راحته. كل المشاكل والتأخير سببها المخرج. لا تقول لي، شوف اتصل فيه وقول له انه عنده اسبوعين غيرهن ماشي، اذا ما خلص العمل انا بستبدله بمخرج ثاني. انا ما ممكن كذا. عفوا استاذ، بس انت خلت لنا 3 أسابيع العمل. اسبوعين ماشي غيرهم، سمعتني يا عزيزي؟ ما يصير يا اخي، كيف تغير في اخر لحظه واحنا متفقين من البدايه؟ يا عزيزي بيضيع الشغل علينا كامل. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب يلا مع السلامه، حياك الله. خير؟ ايش هناك؟ عفوا استاذ، اليوم ما في غرفه نوم. كيف يعني ما في غرفه نوم؟ الشخص اللي منسقين معاه غير في اخر لحظه وما راضي يعطينا، طبعا هو زايد في السعر واحنا ما فينا نزيد. طيب وايش الحل؟ انا اشوف انسب حل ان نفركش بصراحه. كيف نفركش؟ لا طبعا، ما حد يقرر الفركشه في اللوكيشن الا انا. اعطي نص. امسك، جيبوا له غرفه نوم وخلوه هنا، اقصد سرير النوم حطوه هنا. بس عفوا استاذ، هذه حديقه، يعني كيف نجيب سرير نوم؟ انا المخرج وانا اللي بحل المشاكل، مثل ما اقول لك جيب لي سرير النوم وحط لي اياه هنا في الحديقه. طيب لو حطينا سرير النوم يعني كيف بتكون غرفه نوم؟ الله يهديك يا عزيزي، انا بغير كل شيء في المونتاج، يعني بغير الخلفيه بخليها غرفه نوم حقيقيه، مفهوم؟ تفضل اشتغلوا. جيبوا لنا سرير نوم. ريكورد كاميرا. اوكي. ايش اوكي؟ شيل النظارة قبل، كيف بتصور بالنظارة يعني؟ ريكوردين؟ اوكي. كلاكيت؟ سين 2 تيك 1 شوت 20 8 5 4 3 2 اكشن. ايش ذا الحرمة؟ كل يوم نايمة. استاذ المخرج. نعم. وين النقطة عشان اشغل الليت؟ اي مكان، بس اضغط على الهواء واحنا بعدين بسوي في المونتاج، بنركب كل شيء في المونتاج. تفضل. ان شاء الله. لا 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 لا، ستوب يا عزيزتي، ستوب. ارجوكي لا تفتح عيونك. زين يعني انا تقلبت؟ ممنوع الواحد يتقلب؟ يا عزيزتي انا ما عندي مشكله انك تتقلبي، لكن لا تفتح عيونك، ممكن لو سمحتي؟ تفضلي مره ثانيه. بنعيد استاذ. نعم يلا تفضل. سين 2 شوت 1 تيك 21 5 4 3 2 لا ارجوك ستوب الله يخليكم. يا عزيزتي قلنا لك لا تفتحي عيونك، لا تشوفي على الكاميرا. من قال لك اني انا شفت على الكاميرا؟ ولا وين كنت تشوفي؟ انا شفت هنا يا عزيزتي. ما هي هذه الكاميرا، هذه هي الكاميرا، انت حتى الكاميرا ما عرفتنا وين. يلا بنعيد مره ثانيه من قريب. تفضل بنعيد مره ثانيه من قريب. كراكات تفضل لو سمحت. سين 2 شوت 1 تيك 22 زحفي شويه لا اريد انام. استاذ ايش هالممثله؟ ايش فيها يعني؟ ما هو هذا اصلا احسن دور، انت نايمه على طول، يعني ما تسوي اي شيء، تاخذ فلوس بالمجان عادي صح؟ صح طبعا عادي، يرميني على الارض طبعا. انا ما عاجبني الدور، ما اريد امثل معك بعدين. وش هالدور يعني؟ ايش معطيني في المسلسل؟
كله صامت، خير شر وجهي ما يبين، ما اريد امثل معك. اقول لك شيء، تعال مثل بدالي، يعني الدور لا يقلك. لا 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 لا، استوب استوب، بتكسر الكرفاية، ما تتحملك. ايه لا لا لا، اعتبري نفسك خلاص من المسلسل الجاي، انت وحده من ابطال العمل اللي عندي. ايه لا تخافي، ما عليش، ما عندش البروفيسور الله يهداش. ها لا 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 لا، ما عليش، لا مخرج ولا غيره، انا المسؤول. نعم لا، لحظه شوي، لحظه. شفت كيف؟ شفت كيف؟ شفت المخرج ايش سوى فيني؟ ايش سوى؟ خير؟ ايش سوى؟ المخرج جالس يصورني، لا مطلع وجهي ولا خلاني اتكلم، صمتا بكما، يعني انا خير شر ما واضحه بالمسلسل. صمتا بكما؟ لا 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 لا، ما لحق صراحه، هذا المخرج ما لحق. كيف يطلع؟ بعدين انت لك جمهورك. لا لا، لك جمهورك، جمهورك بعدين بيحتجوا علينا. كيف لو ان اول مسلسل لك، لكن لك جمهورك، ما اقول لا. انت تعرف اصلا انا ما بقيت حد ما خبرت اني انا رايحه امثل، ايش بيقولوا عني الناس؟ صحيح صحيح صحيح، يعني روح تصرف مع مخرجك. لا لا، خلي علي، خلي انا بتصرف. اطمن؟ طبعا، كم هدى عندي انا، ما تهوني علي بعد. هدى هدى رينبو، خلاص روح ارتاح انت هناك وانا بتصرف. ايوه، ايش كنا نقول؟ ايه ايه، لا لا لا، بالنسبه للمسلسل اعتبر نفسك معاي. مري علي اليوم. ها ران كاميرا. اوكي، 5 4 3 2 اكشن. سين 30 شوت 2 تيك 9. عمي البوش وسقيناه، والهوش ورعيناه، والمحصول وقنيناه. يا أستاذ لحظة، مكتوب في السيناريو إنه جالس معي على الأرض، كيف هو جالس فوق الكرسي وأنا جالس تحت الحين؟ لو سمحت، لو سمحت، في مخرج هو اللي وقف المشهد، مش أنت، أنت ممثل. يا جماعة الناس هذيلا تجيبوهم من وين؟ الله يهديكم. بس وبعدين أنا طول مسيرتي الفنية أجلس على الأرض، ليش؟ ليش يا أستاذ يا مخرج؟ هذا اللي مكتوب في السيناريو. خليك من السيناريو، عندك مخرج. ما علي يا عزيزي، ما علي، ماشي مشكلة، هذه الأشياء كلها بنعالجها في المونتاج. يلا ما مشكلة، بنعيد مرة ثانية. 5 كيو يعني نصور؟ نعم، يعني المجهود، قاعدين نبذل مجهود، يعني هي الفكرة بس. إن شاء الله نعيد تصوير. إن شاء الله. 5 كيو البوش وسقيناه، والهوش ورعيناه، والمحصول وقنيناه، وكل العمل وخلصته عمي، ماشي عندي شغل ثاني. خلصت؟ خلصت عمي. روح. أروح؟ روح. وين؟ روح. ان شاء الله ان شاء الله عمي. ابوي ابوي. ايوه يا بنتي. ابوي في واحد يريد يجي ويتعرف عليك يا ابوي. ها؟ ايوه، انا اعرفه هذا الشخص وما احبه. بس يا ابوي انا احبه يعني احبه، وباغي اشرد معاه. تعرف ايش يعني اشرد معاه؟ يا لحظه يا استاذ يا مخرج، الأخت هذه تسرق عني الكاميرا، ما يصير هالكلام. ماشي مشكلة يا عزيزي، ماشي مشكلة، تفضل تفضل تفضل، نعيد مرة ثانية. وأنا باغية أشرد معاه، أشرد يا أبوي، أنا أحبه. ها؟ تحبيه؟ أي أي يا قلبي. أبوي. أبوي. أبوي أبوي أبوي. ستوب ستوب، أنا طلعت من المود يا أستاذ، القلب بعدين على اليسار ما على اليمين، ما يصير كذا، مودي اخترب. نعم؟ الأستاذة أنت طبيبة ولا فنانة؟ فهموني يا جماعة يا أستاذ يا مخرج، قول حاجة، ما يصير هالكلام. أنا يعقوب بهرج طول مسيرتي الفنية ودائما أمسك قلبي هذا الصوب. ما علي يا عزيزي، ما علي، ماشي مشكلة، هذه الأشياء كلها بنعالجها في المونتاج. لا في مشكلة، ليش ماشي مشكلة؟ أنا أقول لكم حاجة، بريك، أعطوني راحة. أوف استاذ، ايش في هذا المهرج؟ ترى ما قلت شيء. يلا استراحة بسيطة وبنعاود نصور مثلا المشهد. اتفضلوا اتفضلوا. ان شاء الله ان شاء الله. سب كاميرا. استاذ رجاء، لو تحاول تخلص بسرعة لانه ما في وقت. يعني ايش انت شايفني الحين؟ جالس اطبخ بيض؟ انا يا رجال انا جالس اصنع فن، اصنع فن.
يا استاذ تطبخ بيض تطمع فن اي شيء، المهم حاول تخلصنا عشان المنتج شويه ما عاد من الوضع. خير ايش هناك؟ بخصوص هدى ريمبو. مالها بعد هذه هدى ريمبو؟ هدى ريمبو زعلانه، وطبعا اذا زعلت المنتج بيزعل. ويزعل ليش؟ شوف هدى ريمبو اساسا ما عجبنا الوضع لانه مشاهدها كله صامته وما تتكلم، وايضا نفس الشيء يعني وجهها ما ظهر كثير، فحاول انك تعطيها مشاهد يكون فيها حوارات وتفكر منها بالسالفه. طيب وش نسوي؟ والله مثل ما انت شايف يعني خلاص زيدوا لها ادوار زيدوا لها مشاهد. طيب كيف بخصوص التتر؟ لا هذه مفهومه طبعا، معروف هذه من البدايه اصلا معروف. طارق كستر، منذر كستر، كلثم كستر، ومن ثم طبعا المشاركة في البطولة اللي هو طبعا يعقوب بهرج، معروف الكلام. ما يصير استاذ، بس يعقوب بهرج هذا لقبلهم ونجم يعني فأكيد بيزعل. يا عزيزي ماشي مشكلة مع يعقوب بهرج، ماشي مشكلة، هو بس أهم حاجة يطلع يعني كشخة ومرتب وجميل يعني شغلات، بس تقنعه إن شاء الله بس أخذتك له. طيب عادي يعني؟ عادي جدا، تفضل. يلا يا شباب احنا طبعا بنريح شويه ومن ثم نعاود تصوير. انت بعد لابس نظاره؟ انا اقول ليش الفوكس ما مرتب ولا نظيف؟ حتى الصوت خربان استاذ. لا اله الا الله. طيب وعلشان هذا السبب بعد بنعيد مره ثانيه المشهد. يلا تفضلوا. البوش وسقيناه والهوش ورعيناه والمحصول. الواحد الحين يقدر يروح ينام وهو مرتاح. خلصت عمي عمل ما شاء الله طيب. خلص. حتى الان البدايه طيبه للمسلسل يا بروفيسور. لازم تكون طيبه يا اخوي، لازم تكون طيبه. عمل هذا عمل متعوب عليه. متعوب عليه وايد، وانت ما ظهرت الا بثلاث مشاهد. اللي عرف انك البطل وانا اخو البطل. ابوي القصه كذي حبيبتي، القصه هي القصه كذي. ما في شك انك انت البطل يعقوب بهرج، انت معروف. باغي اشرد معاه، تعرف ايش يعني اشرد معاه؟ كلثم كستر طبعا معروفه. شكرا لك استاذ، انت طبعا استاذي على راسي استاذ ايوب بصل. بس متى مسلسلنا الثاني؟ اكيد طبعا بعد ما يخلص الاستاذ منصور من كتابه المسلسل مباشره بنصور. انا خلاص بطلت الكتابه، اعتزلت الفن. لا حول. بس يا جماعة الخير ترى العمل زين. زين ولا ما زين؟ زين. من كيف ما زين؟ متعوب عليه، هذا إنتاج قوي. طبعا مصروف عليه أكيد ما في شيء. لا تفضل. لا تفضل. تفضل. لا والله لا ما يصير. يصير. سن منورنا اليوم ما شاء الله. نور نورك. الله يخليك. الله يخليك. خلنا نسمع أصداء الناس كيف عن المسلسل، إن شاء الله يعرض الحين. ها؟ لا تأكد، دام أنه عمل أنا موجود فيه فتأكد أنه العمل ناجح 100%. ما عندي شك طبعا. ما عندي شك. بعدين هذا عمل ترى صرفت عليه موازنات كثيرة طبعا، فلوس هذا، وإنتاج طبعا. إنتاج ما مقصر. وعندك أيضا ممثل جيد ونجم. ما عندي شك طبعا. ما عندي شك. يعني كيف ما يصير؟ يعني أنت حط في بالك هذا أنا يعني يعقوب بهرج في العمل هذا، يعني كيف ما ينجح؟ صحيح. ابتسم للناس يطالعونه. هلا أشوفهم يطالع. انشار.